وصلنا لختام فقراتنا مع جو الطقس. طبعا سلمى، مثل ما عم نشوف ارتفاع بدرجات الحرارة، واليوم خصوصا عم نحس بهذا الارتفاع من ساعات الصباح الأولى سلمى، من وقت ما فقنا حسينا بهذا الشيء. وبالرغم من هيك كثير الناس عم تروج على صفحات التواصل الاجتماعي وعم تصدر الفيسبوك قديش رح يكون الشتي بوقت مبكر. رح نعرف كيف حيكون الجو بالأيام القادمة، هل الشتاء رح يكون هي السنة بوقت بكير مثل ما عم يتم الترويج له؟ كل هي أسئلة رح يجاوبنا عنا دكتور محمد العصيري، رئيس الجمعية الفلكية السورية. صباح الخير دكتور. يسعد صباحك. صباح الورد. صباح الخير. الله يسلمك. صباح الخير. صباح الجو الصيفي، يعني ما زلنا بشهر صحيح الشوبات المدعومين شوي. فعلا يعني ما زلنا بأجواء الصيف، ما تغيرت علينا أجواء الصيف. نحن بشهر آب، مثل ما بنعرف احنا آب اللهاب، عم نشهد ارتفاعات درجات حرارة مثل ما أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بوجه لهم تحية، دائما في تعاون 4 إلى 5 درجات ارتفاع عن المعدل. طبعا احنا مقبلين أيضا لارتفاعات أكثر، ممكن توصل لـ7 درجات عن المعدل. وهذا اللي بدنا نسألك عنه دكتور، يعني اليوم موجة ولا ورا موجة مثل ما بيقولوا، عم يجي بهالصيف يومين ضمن المعدلات الطبيعية والباقي كله درجات الحرارة أعلى من معدلاتها. صحيح. طيب لأيمتى رح نستمر بهالمرتفعات إذا فينا نقول؟ فعلا سلمى ملاحظتك مهمة جدا، هي موجة ورا موجة، يعني كثير حلو هالتعبير، موجات حر عم تصطدم فينا موجة ورا موجة ورا موجة. هذا الشيء مستمر، يعني ما بدنا نحن نبسط الأمور، لا هذا الشيء مستمر. نحن ما زلنا بفصل الصيف، فصل الصيف بيمتد لأيلول. عادة نحن بأجواء بلاد الشام بيكون أيلول بآخره في شوية أمطار، هذا الشيء قد لا نشهده بهذا العام، يعني ممكن نلاقي تغيرات مناخية بشكل عام. الحرارة راح تستمر بالارتفاع، متوقعين أنه يكون بأيلول مع بداية أيلول حتى تشرين في عنا أكثر من موجة حارة أيضا، يعني حيستمر الصيف حتى بتشرين، يعني مثل ما بيقولوا كان بين تشرين وتشرين صيف ثاني، رح نشهد فعلا صيف ثاني بكل تفاصيله. الله يجيرنا. الحرارة يلي بتميزه، طبعا هذا السبب مو خاص بسوريا، لا، إذا نظرنا نظرة فقط لدول المحيطة، دول الجوار، ونظرنا نظرة شمولية أكثر للعالم، عم نلاحظ إنه فعلا العالم عم يعيش بتغيرات مناخية غير طبيعية. فيضانات بأماكن، حرائق بأماكن طبعاً. أخرى، ارتفاعات درجات حرارة غير مسبوقة بأماكن ثالثة، شيء غريب جدا. هذا الشيء بدأ بعام 2015 مع بداية زيادة نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون بالجو، يلي وصلت اليوم، أنا عم أحكي على أرقام دقيقة جدا، اليوم 418 جزيء بكل مليون جزيء. ليش عم أقول هالرقم؟ مشان نقارن مع الطبيعي، الطبيعي 250 جزيء بكل مليون جزيء، تقريبا ضاعف. إذا ارتفعت درجة الحرارة 1.6 عن متوسط درجات الحرارة العالمية، هذا الشيء بيسارع من ذوبان الثلوج، بيرفع من كمية المياه بالكرة الأرضية، بيزيد نسبة الحرائق، نسبة الحرائق أيضا بتولد غاز ثاني أكسيد الكربون، بينضاف يلي الزيادة الأساسية من المعامل والمصانع، بتسبب غلاف حول الأرض. مين علمنا؟ شوفوا أحلى علوم الفضاء والفلك، يلي علمنا كوكب الزهرة. لما العلماء درسوا كوكب الزهرة لاحظوا أن لكوكب الزهرة غلاف جوي يتشكل من غاز ثاني أكسيد الكربون. نعم. هذا الغلاف الجوي يحفظ درجة الحرارة. ما درسناه عن كوكب الزهرة يحدث اليوم على الأرض، هذا غاز ثاني أكسيد الكربون عم يعمل غلاف جوي إضافي غير طبيعي صنعي من صنع الإنسان. هذا الغلاف الجوي عم يحافظ على الحرارة، ولو تشبيه شوي عامي مثل طنجرة البخار البريستو، طنجرة البخار تحتفظ بالحرارة، هذا الغلاف من غاز ثاني أكسيد الكربون يحتفظ بالحرارة. عشان هيك نحن عم نشعر حالنا عم ننطبخ، يعني نحن صرنا عايشين نحن عن جد عم ننطبخ ومع قلة كهرباء عم ننطبخ أكثر. تماما، كأنه عايشين بقلب طنجرة بخار. فهي الحرارة اللي عم تزيد شو عم يصير فيها؟ عم تبخر كميات كبيرة من الأمطار. طيب هي الأمطار وين بدها تروح؟ بدها ترجع تسقط، فبتسقط بشكل سريع غزير بأوقات قليلة. هاي الأوقات القليلة بتعمل فيضانات، تعمل سيول بكل دول العالم، يعني هلأ نحن عم نحاول حتى. عفوا دكتور، اليوم عم يقولوا أنه ممكن هذا الشيء أثر على البحر الميت وعم يتناقص مياهه بشكل كتير كبير، هل هذا الشيء كمان سببه مثل ما تفضلت وحكيت؟ تبخر. صحيح، تمام، برافو عليك. التبخر اللي عم يصير أيضا بالبحار وخاصة البحر الميت، لأنه نسبة ملوحته عالية، هذا التبخر عم يساهم به انخفاض مستواه. نعم. وهذا الشيء نحن عم نحاول حاليا أن ندرس يا ترى بلادنا، نحن ما مدى تأثر بلادنا بالاحتباس الحراري العالمي. هلا بصراحة نحن هذا الشيء اللي بيهمنا حاليا، أنه يا ترى هذا الاحتباس الحراري العالمي كيف سيؤثر على بلادنا. هلا أولا لاحظنا التأثير من خلال الصيف، ارتفاعات حرارة بتموز
سجلت أرقام كبيرة طبعاً. فعلياً سجلت أرقام كبيرة قياسية، فينا نقول أرقام قياسية لم يسبق لنا أن نسجلها. جينا لآب، الحرارة معظم أيام آب أعلى من معدلاتها. نعم. يعني إحنا ما عم نحكي عن معدلات، نحن عم نحكي عن أعلى من معدلات، ومو بدرجة ودرجتين، أقل ارتفاع يكون 5 إلى 7 درجات. طيب الشتاء كيف حيكون؟ الشتاء متوقع بما أنه صار في تبخر كميات كبيرة من الأمطار، هاي الكمية الكبيرة من الأمطار رح ترجع لنا، رح تتساقط، وبالتالي متوقع أنه يكون فصل الشتاء فصل ما له طويل كتير، يعني ما فينا نقول أنه فصل الشتاء رح يمتد لأيام وأشهر، بس مليء بالأمطار. تمام، لكن حيكون غزير الأمطار بإذن الله تعالى بفترات سيلية، يعني الأمطار رح تنزل بشكل سيلي بمنطقتنا. الآن عم ندرس حالة البحر، يا ترى ما مدى تأثير ارتفاع الحرارة على البحر الأبيض المتوسط مشان المناطق الساحلية؟ هل يا ترى ممكن أن تتشكل أعاصير بالبحر بسبب تغيرات حركة الرياح؟ هل يا ترى غاز ثاني أكسيد الكربون حيأثر على مياه البحر؟ هل يا ترى ذوبان الثلوج المتسارع الآن بالقطب الشمالي يلي أثر على البندقية، على إيطاليا، على فرنسا، على بريطانيا، هل سيدخل تأثيره إلى الداخل إلى البحر المتوسط أم سيبقى في البحر الأسود وفي الشمال؟ هي الأسئلة عم نحاول نجاوب عليها حاليا، ونشوف يا ترى متى تأثير فصل الشتاء على بلادنا. الموضوع فعلا موضوع كتير خطير، موضوع مو سهل، مو بس بسوريا، عالميا. نعم. عم نسمع الأخبار العالمية، عم نشوف الصور، عم نتواصل مع الجهات العلمية. يمكن بلادنا بفضل رب العالمين نحن داخلية، بلدنا داخلي، وبالتالي حتكون أقل تضررا، أقل تضررا وأقل تأثرا بالاحتباس الحراري. لكن حتى الأقل تضررا والأقل تأثرا مع الأزمات اللي عم يعيشها بلادنا من أزمة الوقود وأزمة الكهرباء بتخلي الوضع عنا شوي أصعب. الحرارة العالية، الأمطار الغزيرة، نعم. هي كلها ممكن تصعب الوضع عنا. لكن بالمقابل إذا حنلاحظ تأثير القريب، رح نشهد من هون لعام 2050 اختفاء دول قريبة من القطبين عن الخارطة. هذا الكلام مو كلامي، هذا الكلام أعلنته مؤخرا الأمم المتحدة بدراسة ارتفاع درجات الحرارة. نعم، دول شمال أوروبا تحديدا ستعاني من مشاكل كبيرة، وبدأت مؤشرات ذلك ببندقية وباريس، السيول اللي صارت وفيضانات في باريس ممكن يختفوا يعني تماما، يعني فعلا الغرق، لأنه نسبة الثلوج عم تدوب أسرع، مشان هيك عم يتمسكوا بمعاهدة باريس. هن متمسكين بمعاهدة باريس أكثر من غير دول، لأنه هن الأكثر تضررا. نعم. خلينا نتخيل الكرة الأرضية، كندا، شمال أوروبا، سيبيريا، هي المناطق الأكثر تضررا. إذا نزلنا لنصف الكرة الجنوبي أستراليا، هي المناطق حتكون متضررة أكثر. أما منطقتنا نحن، منطقة البلاد الشام بشكل عام، حتكون أقل تضررا، وحتكون يعني خلينا نقول رب ضارة نافعة بالنسبة لنا. تغيرات الطقس قد يساعد على تغير الصحراء من صحراء إلى تربة صالحة للزراعة. إذا هي التغيرات المناخية الكبيرة، مشان هيك نحن دائما بنناشد أصحاب القرار بالعالم كله، وخاصة الدول الأكثر تلوثا للمناخ أو تلويثا للمناخ، أنه التزموا بمعاهدة باريس. يعني للأسف الشديد يعني الدول اللي انسحبت معاهدة باريس والآن عادت بشكل تدريجي لا تلتزم بما هو مفروض عليها من معاهدة باريس. معاهدة باريس تضبط انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، تخفف من هذا الانبعاث، تحاول العودة إلى ما قبل عام 2015 لعودة الطقس والمناخ إلى حالته الطبيعية. ما بدهم يلتزموا، هن الأكثر تضررا. للأسف الشديد رح يكون هاي الكارثة كارثة عالمية. متوقع هذه الكارثة تبدأ بحلول عام 2030 تدريجيا، وصولا إلى 2050 ذروة هذه الكارثة إذا استمر الوضع على ما هو عليه اليوم. يعني إذا ظل نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون عم يزداد. كل علماء العالم اليوم متفقين دائما في دراسات في أبحاث كيف نعالج غاز ثاني أكسيد الكربون. بصراحة المشكلة الأساسية بالعالم هي غاز ثاني أكسيد الكربون، هو غاز سام، هو غاز يزيد من نسبة الدفيئة الزجاجية، غاز يحتبس الحرارة، غاز يؤثر على كمية الأمطار، يسارع بذوبان الثلوج، هو بشكل عام غاز مضر للبيئة. نعم. وهذا الشيء اللي عم يسعى العلماء لإيجاد حل له. نعم دكتور، يعني قبل ما نختم خلينا هيك نحكي اليوم ولو سريعا عن أهم الظواهر الفلكية اللي رح تمر على سوريا والعالم ب 2021. سلمى كتير حلو، نحن اليوم تحديدا اليوم انتو اخترتوا يوم مناسب جدا، اليوم نحن على موعد مع ظاهرتين كثير حلوين. الظاهرة الأولى ما تعرف باسم القمر الأزرق، طبعا ما له علاقة باللون الأزرق، ما حيطلع القمر باللون الأزرق، رح يطلع لونه نفس الشيء، اللون الفضي جميل جدا، لكنه هو القمر البدر الثالث بفصل واحد.
ويسمى القمر البدر الثالث نسبة لأساطير وقصص وخرافات أنه قمر الأزرق، قمر السنافر. إذا بتشوفوا في السنافر بيطلعوا فيه السنافر، عشان هيك سمي القمر الأزرق. هو طبعا ما له أزرق وما في سنافر، لكن اليوم لمشاهدينا الكرام ينظروا باتجاه الشرق عند غروب الشمس راح يلاحظوا القمر عم يطلع متألق بشكل جميل جدا. وبنفس الوقت قريبنا القمر وهي الظاهرة الفلكية الثانية راح يلاحظوا شيء جرم مضيء جدا، هو كوكب المشتري في أقرب نقطة له من الأرض. سيظهر كوكب المشتري جميل جدا باتجاه الشرق عند غروب الشمس، وباتجاه الغرب مكان غروب الشمس راح يلاحظوا كوكب الزهرة. خلونا بالمشتري، مشتري والقمر البدر، وأعلى قليلا من القمر حيكون كوكب زحل باقتران جميل جدا، نقطتين والقمر بينهما بشكل جميل جدا. يلي يملك تلسكوب ممكن ينظر لكوكب المشتري اعتبارا من الساعة 9 مساء اليوم للساعة 12 مساء، رح يلاحظ كسوف على كوكب المشتري. سيمر جانيميد ويوروبا تابعي المشتري أمام كوكب المشتري اللي راصد على الأرض، فالتابعين رح يعملوا كسوف جزئي على كوكب المشتري بظاهرة فلكية جميلة جدا جدا جدا. مثل هذه الظواهر جعلت البشرية تعلم أن الأرض تدور حول الشمس، لأن توابع المشتري تدور حول المشتري وسببت هذه الظاهرة من الكسوف على كوكب المشتري. إذن اليوم إحنا بالذات موعودين بظاهرتين، ظاهرة الكسوف على المشتري وظهوره بشكل لامع جدا. يعني اليوم أنا دعوة يعني للآباء أن يطلعوا أطفالهم والأمهات يفرجوهم كوكب المشتري واضح جدا، اللي لهم هاي جرم لامع، هذا أكبر كوكب بمجموعتنا الشمسية، هذا الكوكب الغازي، والقمر اليوم هو قمر بدر واضح جدا لامع جدا، القمر الأزرق قمر جميل جدا، فرصة أن نتأملهم وفعلا ظاهرة فلكية. القمر البدر الأزرق لا يتكرر إلا كل 31 شهر مرة، يعني 2.7. أما الكسوف على كوكب المشتري فهي من الحالات النادرة جدا، لا تتكرر بتابعين إلا بكل مئات من السنين. وبالتالي أيضا فرصة أنه نعرف أطفالنا على كوكب المشتري وزحل وعلى القمر بظاهرة فلكية جميلة، رقصة فلكية جميلة اليوم عنا كتير حلو. بس دكتور بهذا الشهر عنا غير هي الظاهرة النادرة لهي الدرجة اللي كنا عم نحكي عنها، ناطرتنا ظواهر أخرى بهذا الشهر؟ نحن مستمرين طبعا بالهطل الشهابي الأسديات حتى نهاية آب، الأرض ما زالت تعبر بوقايا مذنب سيف تطل، وبالتالي ما زلنا نشاهد صحيح بنسبة أقل لكن موجودة شهب في السماء حتى نهاية آب. ونتمنى لازم حضروا أمنياتكم بين 12 والأربعة فجرا، 12 ليلا حتى الرابعة فجرا، نتأمل الجهة الشمالية الشرقية منلاحظ شهب، لكن الآن أصبح العدد أقل، كان الذروة 11-12 آب الآن يقل حتى نهاية شهر آب، حنلاحظها بشكل فريد جدا وجميل جدا. حتكون هدول توديعة خلينا نقول عام 2021 هاي الظواهر الفلكية، بنهاية أيلول بتشرين أول مع دخولنا بتشرين أول رح يكون أيضا عندنا هطل شهابي، بتشرين الثاني حيكون ذروته عبور الأرض مذنب تمبل تطل، وهطل شهب الأسديات أيضا ظاهرة فلكية ممتعة لكنها أقل من البرشاويات اللي عم تصير حاليا. إذا في عندنا لسه ظواهر فلكية، لكن فعلا اليوم تحديدا متعة القمر البدر بهي التفاصيل في ناحية جمالية كتير كبيرة دكتور. تماما. والتاني شيء إحنا بالصيف فهذا بيعطينا فرصة أنه ما في غيوم، فينا نشوف فينا نرصد، لامع عنا الكوكب واضح عنا بشكل جميل، فينا نميز كوكب زحل عن كوكب المشتري عن المريخ، يعني فينا نميز هالتفاصيل بالعين المجردة. تمام. وبالتالي فينا ننقلها للأطفال وأطفالنا وأولادنا بشكل كتير بسيط. تمام. أما لما ندخل بالشتاء بيكون في عنا غيوم، يمكن ما نلاحظ، يمكن يكون صعب الرصد، فهي الميزة هلا فصل الصيف، وهي دائما احنا بنحاول نوهها لننشر ثقافة علوم الفضاء والفلك، هي الشغلات البسيطة لكن الحلوة يلي بتعطي الطفل خيال واسع، بتخليه يفكر لقدام، بتخليه يفكر بوسع الكون، قديش كوننا واسع وغريب وحلو ولازم ندرسه ونفكر فيه، مشان هيك أنا تقصدت أعطيكم مثال كوكب الزهرة، إنه كيف علوم الفضاء والفلك بتفيدنا بدراسة حالتنا على الأرض. نعم. يعني نحن ما عم نبذر بالأموال لما ندرس علوم الفضاء والفلك، لا، طبعاً. عم تنعكس على حالتنا الأرضية وعم نفهم تماماً مصيرنا ومستقبلنا على الأرض. أكيد. يعني بالختام نشكرك دكتور محمد العصيري وشكراً لكل المعلومات اللي دائماً بتقدم لنا إياها. يسعد صباحكم، سلم سعيد صباحكم، يا رب ويا رب يكون نهار جميل. شاد. إن شاء الله يا رب تخف درجات الحرارة ويكون فصل الشتاء الظريف يا رب. إن شاء الله على الجميع. شكراً، كل الشكر لك دكتور.